اهلا بحضراتكم معانا مره تانية، وشرفني وجود دكتور ابراهيم الزيات عضو مجلس نقابه الاطباء ومقرر اللجنه النقابيه الوزاريه. مساء الخير دكتور ابراهيم. مساء النور يا فندم. اهلا بحضرتك معانا، واحنا لينا معاك مسيره طويله كنا بنطالب بيها فيها بحقوق الاطباء خصوصا خلال الجائحه الاخيره، يعني قول لي كده الى ما وصلنا. الحقيقه فعلا ان المداخلات مع حضرتك من الاول جائحه دلوقتي، وعايز اقول ان احنا امبارح كان في اجتماع مهم جدا ما بين هيئه مكتب مجلس نقابه اطباء مصر واللجنه لجنه الصحه بمجلس النواب اللي يرأسها الاستاذ دكتور اشرف حاتم، وكان اللقاء مثمر للغايه، وكان في اتفاق عام بين اللجنه وبين هيئه المكتب على تكريما لاسر شهدائنا الاطباء في جائحه الكورونا. أيوة. ودعم ليهم انهم سيعملوا جاهدين على اضافتهم لقانون الشهيد ليتمتعوا بما يتمتعوا قانون الشهيد من مزايا سواء مادية أو معنوية، لأن احنا عارفين أن معظم الأسر والعائل الوحيد لهم هو الطبيب الذي استشهد دفاعا عن كل أطباء مصر. صحيح. والحقيقة أن اللجنة أبدت استعدادها وتفهمها وكانت مرحبة جدا، وعندهم قناعة كبيرة جدا بموقف النقابة والمطالبة بيها، وقالوا ان احنا في صف واحد وان سيكون لهم ظهر قوي، وان شاء الله ننتظر من رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي اللي القانون بيتيح له ان يضيف الى قانون الشهيد ما يراه من فئات مستحق هذا. بالظبط كده، خاصه ان زي ما جنودنا وابطالنا اللي دفعوا حياتهم في الدفاع عن مصر من ابناء الشرطه والقوات المسلحه، فبرضو أبنائنا في الفريق الطبي، وما بتكلمش على الأطباء فقط، أنا بتكلم على الفريق الطبي كله، دفعوا من حياتهم للدفاع عن كل شعب مصر في جائحة الكورونا اللي شملت العالم كله. وأعتقد أن الفريق الطبي في مصر بذل مجهود ضخم جدا للدفاع عن كل شعب مصر. دكتور إبراهيم، يعني أنتوا كنقابة عامة لأطباء مصر بتكافحوا في القصة دي بقالكوا سنين وإحنا مع بعضينا، يعني هل الحقيقة تشعر دعم كبير جدا، هل حضرتك بتشعر ان في استجابه اكبر وفي استماع احسن وفي شغل اسرع من مجلس النواب الحالي؟ بكتير الحقيقه، ان في تطور في الوقت الحالي. احنا وصلنا ل 407 شهيد حتى الان من الاطباء فقط، لكن اكيد الرقم ده اكبر في الفريق الطبي كله. طبعا. على العموم طبعا. وان الزملاء في لجنه الصحه في مجلس النواب هم اكثر تفهما، وفي وجوه جديده دخلت لجنه الصحه، اعتقد ان هو عندهم رؤيه وعندهم احتكاك بالشارع كبير جدا، وعارفين قدر الفريق الطبي والمجهود اللي بذلوه. ودكتور اشرف حاتم شخصيا كان وزير صحه سابق، طبعاً هو عنده خلفيه كبيره جدا بالموضوع، وكمان اعضاء اللجنه الحقيقه كلهم ناس مميزين، سواء استاذتنا الدكتوره فرحه الشناوي، دكتور عبد الالفي، دكتور محمود العزب، دكتور محمود مشعل، دكتور مكرم رضوان، كل دول ليهم ايادي ملامسه للفريق الطبي في كل المناحي، لان حضرتك عارف ان هم مش بس اعضاء لجنه صحه، هم كمان بيعملوا في المجال الطبي، وعندهم احتكاك رسمي بكل الفريق الطبي، وعندهم فكره واضحه ازاي ان هم قدروا ويضحهم ودفعوا من دمهم وتعبهم، اللي لازم يدينا الطريق ان احنا نقف جنب اسرهم. طيب دكتور إبراهيم، يعني هذا عن قانون الشهيد، ماذا عن صندوق مخاطر المهن الطبية؟ كلمني عن هذا الصندوق اللي أنشأته وزارة الصحة، وقول لي إيه التعويضات اللي هيصرفها عاجلا والمين؟ تمام. هو الصندوق المخاطر ده كان أحد التعديلات اللي اتعملت لقانون المهن الطبية في سبتمبر الماضي. أيوه. وكانت الفكرة منه إن يبقى فيه نوع من أنواع التعويضات لبعض المخاطر المهنية اللي بيواجهها الفريق الطبي. إلى وقتنا هذا الموارد كلها معظمها من دخل الأطباء، سواء من المهن الطبية أو الصناديق الأطباء. الحاجة الثانية، مش لغاية دلوقتي لا يوجد لائحة قد وصلت إلينا تفيد ما هو
المعاش الذي سيصرف؟ ما هي المستحقات المالية والمعنوية والمادية التي قد تصرف من هذا الصندوق؟ تشكيله هيبقى عامل إزاي؟ الموارد بتاعته الثابتة اللي المفروض تستمر فترات طويلة، لأن طبعاً إحنا ما بنتكلمش على أسر هتاخد دلوقتي مبلغ وبعد كده مش هيلاقوا اللي يكفيهم في السنوات القادمة، احنا بنتكلم على حاجة مستمرة. وعلشان كده احنا تمسكنا ولازم يبقى في جزء من موارد الصندوق تكون من الدولة، ما ينفعش تكون كلها على الرسوم الضئيلة اللي بتخصم من الأطباء، ومش كده ولا ايه؟ ده حقيقة، ده حقيقة ان الصندوق لازم يدعم بطريقة اكثر فاعلية. وعشان كده احنا لما كلمنا في قانون الشهيد، لان قانون الشهيد قانون ثابت وله موارد واضحة، والموارد دي تم زيادتها الشهر الماضي في مجلس النواب الحالي. ف ده اللي خلانا نطالب بيه، لان احنا كده عارفين قدامنا ايه، عارفين اللي هياخده اللي هتاخده اسره الشهيد كام، هيكفيها ازاي، هيضيف ليها ايه، خاصه ان احنا ربنا وفقنا وقدرنا بمعونه اللجان الطبيه وفي الوزاره وهيئه التامينات الاجتماعيه والمعاشات ان احنا نقدر نوفر كمان معاش الوفاة الإصابية بسبب الكورونا. فإحنا من واجبنا إن إحنا نضمن لأسر هؤلاء الشهداء اللي دفعوا دمهم ثمن للدفاع عن مصر كلها، إن إحنا نقف بجنبهم ونستمر في الحفاظ على حقوقهم والدفاع عنها إلى النهاية. طيب دكتور إبراهيم الزيات، عايز أسأل حضرتك عن يعني احنا لسه ما عندناش تفاصيل عن موضوع المزايا ونوع التكريم، لكن عايز اسالك النقابة العامة لأطباء مصر كيف ساندت اسر ال 407 طبيب اللي استشهدوا منذ جائحة كورونا او منذ ديسمبر حتى الان؟ يعني هو خلينا نتكلم على ان في لجان كتير جدا في النقابة اشتغلت مع بعض علشان نقدر نساعد الاسر دي في مجالات مختلفة. أولها إن النقابة العامة بتصرف 50,000 جنيه كمستحقات مالية فورية لأسر الشهيد، و50,000 أخرى يعني النتيجة من اتحاد المهن الطبية، يعني الإجمالي 100,000 جنيه. كويس قوي. صحيح ورقم صغير، لكن هو دي الإمكانيات اللي نقدر نشتغل بيها، نظرا لأن إحنا NGO يعني مؤسسة غير حكومية ودخل بتاعنا معروف. بالضبط كده، دي رقم واحد. رقم اثنين، تم عمل لجنة لمتابعة أسر الشهداء من اللجنة الاجتماعية في النقابة العامة، وتحديد أساميهم وطرق الاتصال بيهم. الحاجة الثالثة أن اتعمل لهم أوفرز أن الأسر الشهداء يشتركوا في مشروع العلاج الصحي في اتحاد المهن الطبية مجانا طول العمر لكل أسر الشهداء. طبعا في حاجات تانية صغيره زي مثلا الاشتراكات المجانيه في الانديه النقابيه في على مستوى الجمهوريه. في كمان خبر مهم جدا اللي اصدره معالي وزير التعليم العالي بمنح دراسيه مجانيه لابناء الفريق الطبي من شهداء الفريق الطبي جميعا. في كمان حضرتك المساعده اللي عملتها النقابه بعمل تراك واضح، طريق واضح للحصول على المعاش الإصابة الوفاة الإصابية. الحاجة اللي بعد كده في المعاش اللي كان المفروض الطبيب يحصل عليه، المعاش ده سيصرف لأسرته، المعاش النقابي سيصرف لأسرته كاملا. الحاجة الثانية ان كل الـ عملنا صندوق لدعم الأسر الشهداء. صحيح المبلغ اللي فيه لسه بينمو، لكن في ان شاء الله لو وصل لمبلغ كويس هنقدر نعمل بيه دعم شهري، بس نوصل لارقام كويسه في دعم الصندوق ان شاء الله. انتوا عاملين خطوات رائعه، خليني اشكر حضرتك واقدر واسمن خطواتكم دي لدعم اخواتكم من اسر الشهداء الاطباء. لكن سؤالي الاخير في عجاله دكتور ابراهيم عن فعاليه اللقاحات اللي تم حقن الاطقم الطبيه بيها في الفتره الاخيره. هو حصل ان وزارة الصحة وفرت النوعين من اللقاحات، اللقاح الصيني ولقاح أسترازينيكا. وتم توزيعهم على بعض المستشفيات والعزل الاول ومستشفيات العزل، ثم مستشفيات القدر والحميات، ثم بعض المستشفيات الجامعية والمستشفيات العامة. ودي خطوة جيدة الحقيقة.
لأن الأكثر عرضة من الأطباء والفريق الطبي في العموم يقدر يحصل على المصل. والوزيرة وعدت في تصريح لها قريب من يومين إن في خلال آخر الشهر وأول مارس هيبقى في جرعات أخرى موجودة، لأن حضرتك عارف إن إحنا عندنا كمان أطباء على المعاش وأطباء طبعاً حرين لا يعملون في وزارة الصحة. أي. دول كلهم لازم يدخلهم في إطار الحفاظ عليهم وتوفير المصل واللقاح. أنا اتشرفت جدا دكتور إبراهيم بوجود حضرتك معايا النهاردة. شرف لينا، وأنا بشكر حضرتك وبشكر القناة على استمرارها في دعم الفريق الطبي من أول يوم، وأنا أشهد بكده، وشكرا لمتابعتكم ليها. شكرا لحضرتك، وده من الملفات اللي احنا فعلا مهتمين بيها، ويا رب نكون قدرنا نقدم شيء. جزيل الشكر دكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر ومقرر اللجنة النقابية الوزارية، والشكر موصول لحضراتكم لمتابعتنا. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة ليوم الأربعاء من برنامجكم مساء الخير، ودلوقتي تصبحوا على خير.